افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معرض أهلا رمضان في مدينة العريش، وذلك لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة. وأعلن المحافظ أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة خاصة، وأنه مستمر طوال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم افتتاح معارض أخرى في بئر العبد والشيخ زويد وغيرهما من المدن. نزلت الأسعار طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن والسيد رئيس الوزراء، وفعلا بتعتبر محافظة شمال سيناء من المحافظات المتميزة في هذا الموضوع. فأنا بوجه تحية شكر وتقدير لكل إخواننا التجار في جميع بقى التخصصات. طبعا احنا في توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص معرض أهل رمضان وتخفيض الأسعار، والحمد لله احنا النهارده تم افتتاح هذا المعرض بنجاح، وفي توفير كل مستلزمات المواطن من السلع الاساسيه وغير الاساسيه، وكمان توفير الاسعار التي تناسب كل فئات المواطن السيناوي. كل الخير موجود الحمد لله، ورخيص وزي الفل، يا رب يديمها نعمه. المعرض ان شاء الله السنه دي يختلف عن كل سنه، في من جميع المنتجات من لحوم وبقوليات وخضار وفواكه، واسعار بتنافس جميع الاسواق اللي بره. ولليوم الخامس على التوالي تواصل مؤسسه حياه كريمه توزيع صناديق المواد الغذائيه لمراكز محافظه الغربيه، كما قامت المؤسسه بزياره مركز غسيل الكلى بمركز المحله الكبرى لتسليم صناديق المواد الغذائيه للمواطنين المستحقين، وذلك بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك.